نروح نلعب شوية؟ يلا بينا. ذاكرتك ايه؟ يعني كويسة، اديك بقى احكي لك تفاصيل مش عارف تقولي ذاكرتك ايه. ذاكرتي كويسة. تعال نروح لفقرة الميموريز مع الكابتن عمر صلاح ونشوف ذاكرته فعلا كويسة ولا يبقى ناسي حاجات. يلا نبدأ الذاكرة. يلا. أول مباراة تواجدت بيها مع الزمالك رسميا كانت أمام مين؟ طلائع الجيش. والنتيجة خلصت كام؟ 3-0. طب فاكر في ماتش الأهلي مين اللي جاب الأجوان بتوعكم؟ بتوعنا احنا خسرنا 2-0. لا، في ماتش لعبته 3-1. 3-1 كان الشناوي اللي بيلعب، كان باسم مرسي جونين ومصطفى حبون. صح. مباراة كمان من الأهلي، مين اللي سجل هدفين للأهلي؟ وليد سليمان جونيور. رجعي مين كان خط الدفاع للزمالك؟ الونش، علي جبر، فتوح، استنى باك ليفت مين؟ باك رايت كان حازم امام. لا، باك ليفت وباك رايت غلط. الباك ليفت وباك رايت غلط. ده ماتش يتنسي. احمد توفيق. غلط. كان احمد توفيق. غلط. كان معروف باك ليفت. غلط. واحد في المقصة وواحد في الجيش. علي فتحي. محمد ناصف. محمد ناصف و باك مين رايت. المقصة؟ باك رايت. اقول لك مين؟ حسني فتحي. حسني فتحي. يعني الحمد لله الذاكرة مش وحشة قوي. شاركت أمام الإسماعيلي في الكأس مع الزمالك موسم 2017-2018. المباراة انتهت كام؟ 4-1. مين اللي جاب أهداف الزمالك؟ كاسونجو، أوباما، و كاسونجو جاب جونين تقريبا. لا، وجاب جون اوباما اللي جاب جونين. بالظبط. مين جاب الجون الرابع؟ لسه ماشي من النادي. محمود عبد العزيز. صح. انا كنت اقول لك محمود عبد العزيز جابه بالهيد لما مش عارف جت. مين اللي جاب جون الاسماعيلي؟ محمد صادق. محمد صادق. اخر مباراة تواجدت بيها مع الزمالك في الدوري كانت امام مين؟ الجونة. لا، ما لعبتش، كنت موجود. موجود. اخر مباراة. كانت اخر مباراة كانت الاهلي. وخلصت كام؟ خلصت 1-0. 1-0. أول مباراة شاركت فيها مع سموحة كانت أمام مين؟ شاركت بقى، لعبت فيها. شاركت في الدوري. استنى، كانت سموحة والمقاولين العرب. لا، اف سي مصر. اف سي مصر. صح، اف سي مصر. انتهت كام؟ كسبنا 1-0. صح. صلاح محسن. صح. طب ما الذاكرة كويسة ايه؟ أهو أنا قلت لك. تدي نفسك كام من 10؟ 10. 10 من 10؟ ده أنا عمال أغششك. أنت غششتني واحدة بس. بتاعت علي فتحي. انت جون بس في المان تو مان، يعني ما بتلعب تعرف تقطع الكور ولا بيتعدى منك بسهولة؟ انا بعرف ارقص كمان. تعرف ترقصنا يعني كده كده. تعال نروح لفقرة المان تو مان مع الكابتن عمر صلاح ونشوف هو جون مهاري ولا بيعرف يصد بس. تشميسه، عملت تويتر لشريف اكرامي تشكره على دعمه ليك وانك اتعلمت منه حاجات كتير. قال لك ايه وتعلمت منه ايه المواقف؟ فعلا عملت له تويتر شكرته فيها لانه عمل معايا مواقف كتير. مثلا بعد ماتش الاهلي اللي خسرنا فيه لما دخلت الاوضه لقيته جاي ورايا وبيقول لي كويس، وقال لي عملت ماتش كويس وبتاع، واتكلم معايا بشكل كويس جدا. وقبل ماتش نازبور كانت اتصل بيا وكلمني وعمل لي تويتر برده دعمني فيها، فكان لازم اشكره. دي التشميسه. كوبري، الكابتن شوقي غريب اداك 30 دولار فعلا وايه كان الرهان؟ فعلا حصل. كنا في السعوديه وكابتن شوقي كنا بنلعب بلينات، فكابتن شوقي قال كل لعيب هيضيع هيتاخد منه مش عارف كام دولار، 10 دولار تقريبا حاجه كده، والجون اللي هيصدها هياخدها. فانا وقتها صديت حوالي 6 ضربات جزاء بس، ما ادانيش بقى ال 60 دولار، اداني 30 بس. 50-50. خد ال 30 الباقيين؟ خد. لا، ما خصمهم. باكورد، قلت جنش وغني مهرجان بتحبه. ماشي. قلت جنش. جنش اوقات لما كان يكلمني مثلا يبقى ابو رابورا انت فين يابا، هو بيتكلم كده، فدي طريقه كلامه. انت فين يابا مش باين ليه؟ طب كلمني. ماشي ماشي. ومهرجان بحبه، ممنوع تدخل يا لعبنا هنفجركم بكم بلا، انتوا مين يالا؟ انتوا مش من هنا، جيتوا من الميه وده اكلنا، امسكها الفوت خد يالا،
انتوا نجوم في السما احنا نجوم في السما مش عارف ايه بس كده. نروح للعبة الاكس هو مع الكابتن عمر صلاح ونشوف احنا هنغلبه ولا هو اللي هيغلبنا. جاهز يا كابتن؟ هغلبك كده كده ان شاء الله. يلا يا كابتن. يلا بينا. بدأت بلو؟ بدأت بلو. ابدأ من هنا بقى. ابدأ من هنا. ممكن ناخد فين؟ هنا. ماشي. خليك تكسب ولا اقفلها؟ لا اقفلها عادي مش فارقة سهلة كده عشان ما يقولوش المرة دي كمان انت بتسيبني. خليك تكسب عشان انت ضيفنا. ماشي اكسب يا كابتن. ماشي شكرا كسبتك. عمر صلاح حارس موهوب ولا حارس مصنوع؟ مش انا اللي اقول، الناس اللي تقول. يعني انت اللي تقول. بتشوف نفسك ايه؟ لا الحمد لله انا عندي موهبة كويسة الحمد لله. تفرق في ايه الحارس الموهوب والحارس المصنوع؟ تبقى حاجات كده الهيه فاهم يعني، واحد موهوب في شغله فاهم، بيعرف يعمل حاجات ما عكس ما واحد تاني بيتعلم. بس دي النقطه. هسألك سؤال تاني. اسأل. هرجع بيك شويه للمباراه بتاعت الجونه. عمال ترجع بيها كتير قوي بس ماشي. يلا بينا. ماشي. مباراه الجونه حسيت ان الهجوم عليك كان زياده عن اللازم وانه مدفوع؟ معرفش حوار مدفوع ده بس حسيته زياده يعني، بس زيادة عن اللزوم. اه بس دي النقطة، لكن معرفش اذا كان مدفوع ولا لا، ما عنديش علم والله. في ناس ممكن تعمل كده، في لعيبة بتعمل كده ان تبقى موجهة صفحات معينة لدوافع معينة. انا والله ما اعرفش، انا سمعت بس ما اعرفش، مش متأكد، فانا ما بقولش حاجة مش متأكد منها. اجابات دبلوماسية بس ماشي. ولا دبلوماسية ولا حاجة والله، دي الحقيقة، لو اعرف كنت قلت، بس انا ما بقولش حاجة مش عارفها. تعرف تطب كرة التنس؟ اه ممكن. شغال برجلك كويس ولا بيدك بس؟ لا بالاتنين عيب عليك. جيب كام بيه؟ مش عارف، احنا نشوف. شوف. تيجي نشوف. تعال نروح بقى للتحدي الجديد والاخير مع الكابتن عمر صلاح ونشوف هل هو بيعرف يمسك بس ولا بيعرف ينطق ومش باي كوره بكره التنس. طبعا شفنا مهارات كابتن عمر صلاح في كرة التنس فاجئنا بيها كلنا، كناش نعرف ان هو لعيب حريف قوي كده يعني. بحاول وبعدين دي حاجة بسيطة كده عشان الناس. حاجة بسيطة. الهاني هيعمل ايه لما يشوف الفيديو ده؟ مش هيعمل حاجة، هيعمل فيديو زيه. اخر سؤال هسأله لك معانا النهاردة. تمام. عملت حاجة وندمت عليها؟ ايه في حاجة انا عملتها وندمت عليها وبعتذر عنها كمان يعني. انا بعد الماتش نهائي الكونفدراليه كان في حاجه كده عملتها فيديو كده، ما كنت يعني مع الجمهور وكان في الفاظ يعني مش كويسه، فانا بعتذر عنها جدا خصوصا لجمهور النادي الاهلي، وبعتذر يعني الموضوع ده وحاجه ندمت عليها جدا. بس فممكن وقتها ما كنتش فاهم، كنت لسه صغير شويه فما كنتش فاهم. بس حلو ان انت عندك شجاعه الاعتذار. بالظبط يعني، ما حسيت ان الموضوع ما كانش لازمه، وانا كنت يمكن وقتها مش فاهم شويه وهي دي النقطة بس اللي كنت حابب اعتذر عنها يعني. وده بتنصح بيه كل اللعيبة اللي بقينا بنشوفهم بيفعلوا نفس الفعل ده؟ وانا اللي انصحه بان حوارات الجماهير من اللعيبة ملهاش علاقة بيها. يعني لازم يبقى كده، الجماهير جماهير واللعيبة لعيب. فانا عملت فعلا ما مش 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 كلاعب، ما ينفعش كلاعب، فانا بعتذر عنه جدا واتمنى الناس تقبل اعتذاري يعني. اكيد جمهور النادي الاهلي هيقبل اعتذارك، خاصه ان انا دي دايما بسميها شجاعه، ان اللعيب لما يطلع يعتذر عن حاجه دي ما تقللش منه خالص، بالعكس. بالظبط، زي ما انا بحترم الناس، زي ما هم يعني بقابل ناس كتير اهلاويه بصراحه بيحترموني جدا، وده ما يعني ملوش علاقه بالنادي الزمالك خالص ولا بالزملكاويه، بس انا كمان فكان لازم اعتذر عنهم عشان الاحترام اللي بقابله من الناس يعني. الاهلي فوضى كم مره؟ ولا مره. ولا حتى وانت صغير؟ ولا وانا صغير. زملكاوي. اه.
كده كده عمر، انا كنت مبسوط ان انت موجود معانا، من الحوارات الخفيفة الحلوة، وفعلا انا دايما بقول دايما عليك انك حارس موهوب مش مصنوع، وكنت مبسوط ان انت موجود معانا هنا في يلا كورة. انا كمان والله انبسطت جدا، واتمنى الناس تنبسط بالحلقة ان شاء الله. ان شاء الله.